على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، نحييكم بأجمل تحية، تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نستأنف معكم منافسات السباق المحلي السادس، حيث نشاهد معكم في منافسات هذا الصباح هذا الانطلاق الجميل والتحديات والمنافسة مع أشواط الإنتاج والمنتجين، وهذه انطلاقات سن الثنايا التي تسير بتحديات جميلة على مدار 8 كيلومتر، والشوط خاص بإنتاج قطر. نشاهد هذه الانطلاقة ونتابع مسار وتحديات هذا الشوط، ونسير إلى المركز الأول مباشرة، إلى الشامخ اللي يتقدم على الصدارة بشعار حمد بن علي بن حمد أبو صلعة، من يقدم لنا هذا الانطلاق من الشامخ على مقدمة وصدارة هذا الشوط. بينما ننتقل إلى المركز الثاني لنتابع أيضا من الجانب اليمين الشعار الذي يتواجد ويسير بتحديات ومنافسات جميلة مع هذا الانطلاق، مع هذا الاندفاع الرائع والجميل اللي نشاهده من خلال أشواط هذا الصباح. نتابع أيضا التقدم متابعينا الكرام في هذه اللحظات المثيرة والاندفاع الرائع والجميل من شاهين لراشد بن سالم بن سعد النابت، من يقدم لنا شاهين غير مباشرة واستلم القيادة في هذه اللحظة. بينما نتابع المركز الثالث ونشاهد أيضا الحضور من ناصي بشعار جابر بن حمد بن متعب المنخس المري، من يقدم شعاره، من يقدم لنا ناصي في المركز الرابع أو في ثالث المراكز متابعينا الكرام. سياف لمريط بن سعيد بن مريط الفهيد الهاجري، من يقدم لنا سياف على المركز الثالث ورابع المراكز. هنا التواجد من ناصي لجابر بن حمد بن متعب المنخس المري، يقدم شعاره، يقدم ناصي في هذا الانطلاق محتلا لرابع المراكز. المركز الخامس، المركز الخامس نتابع ايضا الاسم القادم، هذا ثمين اللي وصل بشعار محمد بن راشد بن محمد العذبة، من يقدم لنا ثمين في المركز الخامس، ولكن غير هنا مشاهدين الكرام هيف الواصل بشعار فهيد بن جار الله بن سالم المكسور، من يقدم لنا هيف في خامس المراكز. هذا النداء الأول مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء للمراكز الخمسة المتقدمة واندفاعات هذا الشوط الخاص بإنتاج قطر في تحديات سن الثنايا وضمن السباق المحلي السادس على ميدان الشحانية بهذا الاندفاع الجميل اللي شاهد مع أشواط هذا الصباح. عودتنا إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى البداية الأولى لنتابع هذا الحضور من شاهين على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول حاضرا بشعار راشد بن سالم بن سعد النابت المري، من يقدم لنا شاهين ويبحث عن ناموس هذا الشوط من خلال هذا الانطلاق من شاهين على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى. بينما في المركز الثاني التواجد مشاهدين الكرام من الشامخ في المركز الثاني بشعار حمد بن علي بن حمد بو صلعة، من يقدم لنا شعاره، يقدم الشامخ في المركز الثاني. المركز الثالث هذا القادم والمندفع سياف في ثالث المراكز بشعار مريط بن سعيد الهاجري، من يقدم الانطلاق والحضور من سياف في المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع يأتي أيضا الحضور الجميل من قبل هيف فهيد بن جار الله بن سالم المكسور، يأتي مع هذا الشعار، يقدم لنا هيف في المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس الانطلاقة من ناصي لجابر بن حمد بن متعب المنخس المري، يقدم لنا ناصي في المركز الخامس. نداءنا الثاني مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس، للشعارات الخمس المتقدمة التي تسير في قمة هذا الشوط مع الفايف ستار، والعودة إلى المقدمة، إلى الثنائي اللي نتابعه بوجود هذين الشعارين على خط الصدارة بالمنافسة والتحدي من الشامخ وشاهين في تحديات جميلة في منافسة ثنائية رائعة على قمة وصدارة هذا الشوط. ولكن هنا نتابع الحضور من شاهين على المركز الأول وعلى الصدارة، راشد بن سالم بن سعد، من يقدم لنا شاهين سلالة الصير الحاضرة هنا مع هذا الانطلاق للشيخ جاسم بن سعود الثاني، من يقدم لنا الانطلاق من هذا الاندفاع من شاهين في المركز الأول وعلى الصدارة الأولى. بينما
في المركز الثاني يأتي الحضور من الشامخ لحمد بن علي بن حمد أبو صلعة هنا ليقدم لنا هذا الانطلاق، وسلالة مطران الحاضرة في هذا الشوط من خلال هذا الانطلاق من الشامخ. المركز الثالث سياف في ثالث المراكز، أمريط بن سعيد بن أمريط الهاجري يقدم لنا سلالة سياف العقدة هنا بهذا الانطلاق وهذا الحضور مع المركز الثالث. وفي رابع المراكز المركز الرابع هنا هيف ليفهيد بن جارالله بن سالم المكسور يأتي مع سلالة برق ويقدم لنا شعاره، يقدم هذا الاندفاع برق أم الزبار بالفعل هنا مع هذه الانطلاقة. بينما في المركز الخامس وخامس المراكز متابعين الكرام نتابع نشاهد أيضا الأسماء القادمة في هذه اللحظات المثيرة. هنا نشاهد أيضا الشعار القادم والمتدخل في هذه اللحظات، هذا مجمل لراشد بن سالم بن سعد النابد المري يأتي بسلالة متعب بن سبعان من يقدم لنا هذا الاندفاع من مجمل. شكرا للبرتو أيضا الذي يتواصل مع المعلومة في سلالات هذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة في مسار هذا الشوط. عودة إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى الثلاثي الجميل الذي يتواجد مع الصدارة من خلال وجود شاهين والشامخ وسياف في ثلاثي جميل يسير هذا الشوط بحضور هذه الشعارات وتواجد هذه الأسماء من أجل الفوز والناموس والانتصار. لنتابع الإثارة والمنافسة التي تسير على مدى 8 كيلومترات مع سن ثنايا وأشواط الإنتاج وإنتاج قطر. هنا نتابع من خلال هذه اللحظات المثيرة وشاهين في المركز الأول لا زال صامد على مقدمة الشوط يتقدم بالصدارة لراشد بن سالم بن سعد النابت المري، يقدم لنا شعاره يبحث عن الناموس والانطلاق مع اندفاعة شاهين وسلالة الصير الحاضرة بهذا الاندفاع الجميل على المقدمة على الصدارة. بينما الشامخ يتواجد ينطلق في المركز الثاني حمد بن علي بن حمد بو صلعة يأتي بسلالة مطران مع المركز الثاني بهذا الانطلاق، والشامخ الحاضر بأدائه بحضوره في المركز الثاني. ثالث المراكز التواجد من سياف وسلالة سياف التي تحضر في كل المسافات حاضرة مع هذا الاندفاع مع مسافات 8 كيلومترات وهذا الانطلاق من هذا الحضور من سياف مريط بن سعيد بن مريط الهاجري، يقدم سلالة سياف العقدة الحاضر هنا مع هذا الانطلاق واللي يقدم لنا سياف في المركز الثالث. بينما رابع المراكز حاضرا هيف مع شعار المكسور فهيد بن جار الله بن سالم المكسور يقدم لنا هذا الحضور، يقدم لنا هيف في المركز الرابع وسلالة برق أم الزبار حاضرة في هذا المسار الجميل متواجدة مع هذا الاندفاع من هيف. بينما في خامس المراكز المركز الخامس نتابع مجمل لراشد بن سالم بن سعد النابت المري من يقدم مجمل مع سلالة متعب بن سبعان التي ستسير في هذا الانطلاق وتحضر بهذا الحضور الجميل. لوحة 2 كيلومتر غادرناها بوجود شاهين والشامخ على القمة هنا مع الصدارة، ولا زالت المنافسة جنبا إلى جنب مع هذين الاسمين على مقدمة هذا الشوط. على المركز الأول وشاهين اللي يتقدم يحضر بشكله الجميل وانطلاقه الرائع في المقدمة في الصدارة لراشد بن سالم بن سعد النابت المري اللي يقدم لنا شاهين ويبحث عن الفوز والناموس مع هذا الانطلاق بوجود شاهين على المركز الأول. الشامخ بدأ يزيد من سرعته بهذا الاندفاع لحمد بن علي بن حمد وصلعة اللي قدم الشامخ في هذا الشوط 1500 متر عن خط النهاية. المركز الثالث سياف بدأ يتحرك ينطلق هنا بحضور شعار مريط بن سعيد الهاجري، يقدم لنا هذا الاندفاع، يقدم لنا سياف على المركز الثالث. المركز الرابع وصلكم هيف فهيد بن جار الله بن سالم المكسور حاضر مع هذا الاسم الهاجم في هذه اللحظة والمتقدم
تقدم أيضا متابعين الكرام في المركز الخامس شعار بن سعد يحضر هنا بهذا الانطلاق، هذا الشعار الكبير يحضر باسمين في هذا الشوط مع انطلاقة شاهين ومجمل في المركز الخامس، ينطلق لراشد بن سالم بن سعد النابت المري. يلا يا بن سعد جماهيرك يتابعونك على أرضية الميدان وعبر شاشة قناة الريان، جاوزنا الكيلو متر الأخير يا متابعين في هذه اللحظات، والمراكز الخمس بمقربة من بعضها البعض تسير بإثارة برباعية وخماسية مع الصدارة مع المقدمة في مشهد جميل نتابع مع الحزام الأخضر، ولكن هنا المقدمة وهنا الصدارة مع شاهين في المركز الأول، راشد بن سالم بن سعد النابت المري يقدم الانطلاقة، ولكن الشامخ بدأ بالحضور بدأ بالإزعاج في هذا الشوط. يا سلام الشامخ عليها الرقم واحد وبالنجومية يحضر حمد بن علي بو صلعة سلالة مطران. الله 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 يا بو صلعة من يقدم إبداعاته يقدم تحدياته مع الشامخ في الموقع المرموق، ولكن الخطر والحضور من شعار المكسور على المركز الثاني يقدم هيف في هذا الأداء، فهيد بن جار الله المكسور يأتي مع المركز الثاني، ولكن بو صلعة طار بالناموس طار بالانتصار يحضر هنا مع الشامخ، وسلام يا الشامخ سلام على هذا الأداء صاحب الشوط في المحل الخامس، مشكور يا البرتو على المعلومة، وسلام يا الشامخ وسلام يا أبو صلعة على هذا الحضور. حمد بن علي بن حمد أبو صلعة قدم سلالة مطران مع هذا الأداء الجميل، بينما المركز الثاني كان مع ثاني المراكز متابعين الكرام من حضر هيف ليفهيد بن جار الله بن سالم المكسور مع سلالة برقم من زبار، والمركز الثالث كان سياف لمريط بن سعيد الهاجري سلالة سياف العقدة، والمركز الرابع حاضرا مجمل لراشد بن سالم بن سعد من قدم مجمل مع سلالة متعب بن سبعان، والمركز الخامس شاهين لراشد بن سالم بن سعد النابت المري مع سلالة الصير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام أو سلالة الصير، نعم بالفعل، بينما شاهدنا منافسات الشوط وتحدياته، والشامخ على الموعد كان حاضرا. ملخص الإعادة لنتابع التوقيت مع الشامخ قاطع مسافة 8 كيلو متر في فترة الزمنية مقدارها، هذه لحظة الوصول من الشامخ الذي حقق ناموس هذا الشوط مع شعار بو صلعة وقاطع المسافة في 13 دقيقة 18 ثانية 40 جزء من الثاني. تهانينا لحمد بن علي بن حمد بو صلعة على فوز الشامخ بالمركز الأول، وقدم لنا سلالة مطران في هذا الشوط الخاص بإنتاج قطر، بينما هيف من وصل ثانيا وتوقيته 13 دقيقة 21 ثانية 53 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لفهيد بن جار الله بن سالم المكسور، وقدم لنا سلالة برقم الزبار مع المركز الثاني. ثالث المراكز كان هناك سياف بشعار مريط بن سعيد الهاجري، والتوقيت الزمني مع سياف هو 13 دقيقة 22 ثانية 28 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمريط بن سعيد الهاجري على فوز سياف بالمركز الثالث، وينحدر من سلالة سياف العقدة المملوك للشيخ عبد العزيز الثاني. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل وصفنا لكم منافسات شوطنا السادس من اشواطنا الصباحية.